احنا لقينا ان 90% من اللجان الانتخابيه بزوارها مباشره اما وظيفه او مقعد او زوار لعائله، وقبل مبادره حج العائله المصريه لانجاح الانتخابات 26 27 28، وقفنا عليها عائلات تعصب الوطن، وقد تقدمت اكثر من 10,000 ليله لتفتح المضايق بتاعتها، وتم ايجاد الجهات الامنيه لذلك. ونتمنى للجميع النجاح والتوفيق وكل شكر وتقدير للمنصه الكريمه، وكل شكر وتقدير للدكتور امام، والسلام عليكم ورحمه الله.